لنا بالبدء. الله أكبر. أيوة، ما استبقى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد شيختنا حفظ الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيختنا حفظ الله تعالى إلى مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب التلبية والتكبير في الغدو من منى إلى عرفة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، من الملبي ومن المكبر. وعن محمد بن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. باب الوقوف بعرفة وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمسة، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص. باب في الإفاضة من عرفة والصلاة بالمزدلفة. عن كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ فقال: جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة وبال، وما قال أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا خفي ليس بالبالغ. فقلت: يا رسول الله الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك، أو الصلاة أمامك. فركب حتى جينا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى قام العشاء الآخرة، فصلوا ثم حلوا. قلت: كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن عباس، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. باب صفة السير في الدفع من عرفة. وعن عروة أنه قال: سئل أسامة رضي الله عنه وأنا شاهد، أو قال: سألت أسامة بن زيد رضي الله عنهما: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. باب في صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب 3 ركعات، وصلى العشاء 2 ركعتين، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله. باب صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة. وعن سعيد بن جبير أنه قال: أفضنا مع ابن عمر رضي الله عنهما حتى أتينا جمعا، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف فقال: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. باب التغليس في صلاة الصبح بالمزدلفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. باب الإفاضة من جمع بليل للمرأة الثقيلة.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثابتة يقول القاسم والثابتة الثقيلة. قالت: فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. باب تقديم الطعن من مزدلفة. وعن عبد الله بن مولى أسماء أنه قال: قالت لي أسماء رضي الله عنها وهي عند دار مزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت: ارحل بي. فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها. فقلت: أيها أنت، لقد غلسنا. قالت: كلا، أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للطعن. باب تقديم الضعفة من مزدلفة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل. وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب تلبية الحاج حتى يرمي جمرة العقبة. وعن عطاء بن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع. قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاة. عن الأعمش أنه قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألف القرآن كما ألفه جبريل. السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها النساء، والسورة التي يذكر فيها آل عمران. قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه. وقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأتى جمرة العقبات فاستبطن الوادي، فاستعرضها فرمى من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يرمونها من فوقها. فقال: هذا والذي لا إله إلا والذي لا إله والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل: أعرابي هذا؟ فقال عبد الله: أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك. باب رمي الجمرة العقبة يوم النحر على الراحلة. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. باب قدر حصى الجمار. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الحذف أو الخذف. باب وقت الرمي. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. باب رمي الجمار تو. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستجمار تو، ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. باب حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. طيب، يعني هنا كما يقال لطيفة، أو ما أدري أقول طرفة. هذا الحديث جاءنا في اختبار دار الحديث قبل مدة،
فالشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله وشفاه سئل، يعني سأل في الاختبار، ذكر هذا الحديث: الاستجمار تو، ما معنى كلمة تو؟ فأحد الإخوة يعني حاول أنه يعني يأتي بمعنى كلمة تو. طبعا تو يعني إفراد، يعني الاستجمار وتر، والرمي الجماري وتر، وهكذا يعني مفرد وترا، عفوا وتر ليس مفردا، وترا. فالأخ ما عرف ما معنى كلمة تو، قال: تو في لغة أهل نجد بمعنى الحين، يعني تعال للتو أو لكذا، بمعنى للحين، والله المستعان. طيب، معذرة على قال: باب حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. باب في الحلق والتقصير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. الصوت واضح يا مشايخ؟ طيب، أحسن الله. باب الرمي ثم النحر ثم الحلق، والبداية من الحلق بالجانب الأيمن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها، والحجام جالس وقال بيده عن رأسه، فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه، ثم قال: احلق الشق الآخر. فقال إلى أبو طلحة فأعطاه إياه. باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فطفق ناس يسألونه، فيقول قائل منهم: يا رسول الله، إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر، فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرمي ولا حرج. قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن أنحر. فيقول: انحر ولا حرج. قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ذلك ولا حرج. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني دمعت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. باب تقليد الأذى وإشعاره عند الإحرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. باب البعث بالهدي وتقليدها وهو حلال. وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. باب ركوب البدنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك. قال: في الثانية أو في الثالثة. وعن أبي الزبير أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن ركوب الهدي، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجيت إليها حتى تجد ظهرا. باب ما عطب أو عطب من الهدي قبل محله.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرى، ثم اغمس على في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. باب الاشتراك باليد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر، كل سبعه منا في بدنه. باب الهدي من البقر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشه بقره يوم النحر. باب نحر البدن قياما مقيدة. وعن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. باب الصدقة بلحوم الهدي وجلالها وجلودها. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن أعطي الجزار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا. دقيقة يا أخوان، الآن رجع الصوت، رجع الصوت الآن. دقيقة يا أخوان، مدري ماله انقطع والله. الآن شيختنا، الآن الله يحفظك. الصوت واضح لك شيختنا؟ ايوه والله. طيب. قال رحمه الله تعالى: باب نحر البدن قياما مقيدا. وعن زياد بن جبير ان ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل وهو ينحر بدنته باركه، فقال: ابعثها قياما مقيده سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم. باب الصدقه بلحوم اليد وجلالها وجلودها. عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا. باب طواف الإفاضة يوم النحر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. باب من طاف بالبيت فقد حل. عن ابن جريج أنه قال: أخبرني عطاء أنه قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرف. قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. باب يكفي القارن طواف واحد للحج والعمرة. انقطع الصوت يا محمد. نعم، في إشكالية اليوم في الصوت. طيب الآن رجع.
طيب الآن عاد الصوت يا إخوة، لما الشبكة فيها إشكالية. هكذا عاد الصوت. ها نبدأ إن شاء الله، الله يصبر، الله يصبر. قال رحمه الله تعالى: باب من طاف بالبيت فقد حل. وعن ابن جريج رضي الله عنه رحمه الله أنه قال: أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرف. قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره من يحل في حجة الوداع. باب يكفي القارن طواف واحد للحج والعمرة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت في سرف وتطهرت في عرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عنك طوافك بالصفا والمرأة عن حجك وعمرتك. باب متى يحل من أحرم بحج وعمرة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة وداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. باب نزول المحصب يوم النفر والصلاة به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا ينزلون الأبطح. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكوف، وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. طيب لو تراجعون هكذا التي في رواية مسلم: وبني عبد المطلب أو وبني المطلب، لو يراجع أحد الإخوة. باب في البيتوتة ليالي يمينا بمكة لأهل السقاية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له. طيب الصوت ما زال في إشكالية. وعن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله أنه قال: كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة، فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله ما بنا حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة، فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة، وقال: أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء الحج والعمرة. وعن عبد الرحمن بن حميد أنه قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه:
ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال سهيب بن يزيد: سمعت العلاء. وقال العلاء بن الحضرمي: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. باب لا ينفر أحد حتى يطوف بالبيت للوداع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. هنا الشيخ أبو أحمد قال: وأما قوله حليف بني عبد المطلب فكذا هو في نسخ صحيح البخاري ومسلم، والذي ذكره ابن سعد وغير من يسير التاريخ أنه حليف بني المطلب، وكان جده حالف المطلب بن عبد المنف. لا، أنا أقصد الآن الرواية التي هنا في هذا الموضوع. أحسن الله عليك. قال: باب المرأة تحيض قبل أن تودع. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما أفاضت. قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطابت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. طيب، هنا جزاه الله خير الشيخ نايف الحارثي ذكر رواية مسلم، وفيه إن قال: إن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحهم. هكذا، أحسن الله إليك شيخ نايف. قال: باب في إباحة العمرة في شهور الحج. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مولين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. باب فضل العمرة في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كان لأبي فلان زوجها حج وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال: فعمرته في رمضان تقضي حجة أو قال: حجة معي. باب كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي إسحاق أنه قال: سألت زيد بن أرقم: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17. قال: وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. باب في التقصير في العمرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخبره رضي الله عنهم أخبره قال: قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر أو يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. باب قضاء الحائض العمرة. وعن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد. قال: انتظري، فإذا طهرت أو طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه، ثم القينا أو القينا عند كذا وكذا. قال: أظن. قال: غدا، ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك. باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجنوب من الجيوش أو أو السرايا أو الحج أو العمرة، إذا فعل ثنية أو فدفد كبر ثلاثة،
ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون أو قال آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب التعريس والصلاة بذي الحليفة إذا صدر من الحج والعمرة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل إنك ببطحاء مباركة. قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ أو بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. باب في تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي هشام. قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها، وهذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة غير محرم يوم الفتح. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. باب في جدار الكعبة وبابها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قالت قلت فلم لم يدخلوا البيت؟ قال إن قومك قصرت أو قصرت فيهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخل من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. باب في نقض الكعبة وبنائها. عن عطاء أنه قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزا أهل الشام فكان من أمره ما كان، ترك ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد ان يجرئهم او قال يحربهم على اهل الشام، فلما صدر الناس قال يا ايها الناس اشيروا علي في الكعبه انقضوها ثم ابني بناءها او اصلح ما وها منها. قال ابن عباس رضي الله عنه فاني قد فرق لي من راي فيها، أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده،
فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثة ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضاه، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابع فنقضوا حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليه الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكبر وليس عندي من النفقة ما يقويني ليومي على بنائي، هكذا، أو ليومي على بنائي، ليومي على بنائي لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 ذروع، ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 ذروع من الحجر حتى أبدأ أسا نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان إلى عبد إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. وعن أبي قزعة أن عبد الملك ابن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحد، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صعيا ومديا بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظافها أو يقتل صيدها. قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجادها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وعن عامر بن سعد أن سعد رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو قال أو عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. وعن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو هوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطي أصغر من يحضره من الولدان. باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لهوائها. وعن أبي سعيد مولى الماري أنه جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه الليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولا وهي، فقال له: ويحك، لا أمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: اللهم حبب لنا المدينة كما حببت مكة وأشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة. باب لا يدخل المدينة الطاعون ولا الدجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. باب المدينة تنفي خبثها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وعن جابر بن سامرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سمى المدينة طابة. أحسن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا وصبحكم الله بالخير شيخنا. أهلا بشيخ، أهلا، صبحكم الله أيضا. إن أذنت لنا فقط دقيقتين حتى نختم كتاب الحج في مختصر صحيح. طيب طيب تفضل. أحسن الله. أيوه تفضل. باب من أراد أهل المدينة بسوء عذابه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. باب الترغيب في المقام بالمدينة عند فتح الأنصار. وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون أو يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون أو يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون أو قال يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. باب في المدينة حين يتركها أهلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما، فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوهما. باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي باب، أحد جبل يحبنا ونحبه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. باب لا تشد الرحال إلا إلى 3 مسارد. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى.
باب فضل الصلاة بمسجدي الحرمين الشريفين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: مر بي عبد الرحمن مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ابن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال لي أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة؟ قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. باب في مسجد قباء وفضله أو فضله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان يأتي قباء أو قباء كل سبت، وكان يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي كل سبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليك شيختنا، وغفر الله لنا ولك، وجزاك الله خيرا. شيختنا من فضلنا الله يجزيكم ألف خير، الله يتقبل مننا ومنكم ويحفظكم. آمين، اللهم آمين. من فضل الله سبحانه وتعالى قرأنا حديث الرحمة المسلسل بالأولية، ثم عدة أحاديث من مختصر صحيح الإمام مسلم للمنذري رحمه الله تعالى. فهل تجيزين الإخوة إجازة خاصة وعامة بجميع المرويات، وكذلك الأهل والأزواج والذرية والطلاب؟ أيوة، نقدر أجلسكم إجازة خاصة وعامة لجميع المرويات، وكذلك الأزواج والأولاد والطلاب إن شاء الله. قبلنا وتشرفنا، ويسلم. رفع الله قدرك وأعلى منزلتك في الدنيا والآخرة. الله نستغفر الله الذي لا الله تضيع يتقبل ودائعه. منكم. السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم. السلام.